طبعا اليوم نوقع اتفاق اعتبره تاريخي اللي اولا جاء بعد اربع اجتماعات ماراثونيه وكانت شاقه وعسيره واللي وضعت فيها النقابه التعليميه الاربع من الجامعه الوطنيه للتعليم ملف مطلبي اللي عنده ارتباط بالاثار المالي. اشتغلنا بواحد النوع من المسؤوليه وبروح المواطنه اللي الهدف الاساسي منها هو اعاده الاعتبار للنساء ورجال التعليم وبطبيعه الحال اعاده الاعتبار للمدرسه العموميه. عمليا على مدى تم الاتفاق؟ تم الاتفاق اولا على تحسين الدخل وهذا هو اهم شيء، المقدار ديالو 1500 درهم على سنتين تبتدي من 1/1/2024 والشق الثاني في 1/1/2025. بالإضافة إلى هذا كاين مجموعة من اتفاقات اللي مرتبطة بعدد من الملفات الفئوية يمكن نذكر البعض ديالها، وهو أنه تعويض لأساتذة السلك الثاني بقدر ديالو 500 درهم، تعويض آخر بالنسبة للفئة اللي هي مهمة في القطاع وهي ديال المساعدين الإداريين والتقنيين 500 درهم، أيضا بالنسبة للناس اللي وصلوا خارج السلام في الدرجة 5 عندهم 1000 درهم، بالنسبة لهيئة الإدارة التربوية المتصرفين التربويين عندهم أيضا تعويض ديال 500 درهم وعدد من عدد من النقاط اللي هي مهمة اللي الأساسي فيها كنتمنى أن نكونوا أن ما خيبناش انتظارات نساء ورجال التعليم وعندنا اليقين بأن هذه القرارات هي مرتبطة أيضا بالجولة الثانية اللي غادي تكون ابتداء من الأسبوع المقبل واللي غادي يتم فيها مراجعة النظام الأساسي، غادي نراجعوه من المادة 1 حتى المادة 98 على أساس أن هناك بعض النقاط الخلافية اللي غادي يتم التجاوز ديالها من أجل أن تعود للمدرسة العمومية استقرار ديالها، أن يعود أبناء الشعب المغربي إلى المدارس وأن يعود أيضا الأساتذة أيضا إلى أقسامهم. شكرا لك.